يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدى. هل ترون إثبات صفة السكوت لله تعالى وقد أثبتها بعض السلف واستدلوا بأحاديث كثيرة منها وما سكت عنه فهو عفو الحديث؟ نعم، الذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت سكوتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لكثرة الأحاديث أو لأن الأحاديث بمجموعها صالحة للحجية، والله المستعان.